رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، أهلا وسهلا فيكم مجددا متابعين رحلتنا ضمن يومنا الجديد. المحطة هلأ مباشرة من بوسطن بصرني رحب بناتالي حمصي رئيسة الـ ACD لنحكي عن النشاطات يلي قامت فيها لمناسبة يوم المرأة العالمي لدعم السيدات اللبنانيات الرائدات بالانتشار. صباح الخير لك ناتالي. صباح الخير. يعني الساعة 3 بعد نص ليل عندك. بدنا نوجه لك تحية كبيرة وأقول لك يعطيكي ألف عافية، بس ما ممكن نمرق هالمناسبة بدون ما تحكينا عن النشاطات الكتيرة يلي قمتي فيها لمناسبة يوم المرأة العالمي، تفضلي. أنا بمناسبة يوم المرأة العالمي بحب أعيد أول شيء السيدة لبنان الأولى ست نادية عون شمل، وبحب أعيد كل امرأة لبنانية بلبنان وبالانتشار، وبعيدكم لألفون يعطيكم العافية أنتم كمان. لأنه للصراحة المرأة الأم اللبنانية أو المرأة اللبنانية هي أكثر برهان لتفرجي قد ايه في عندها قدرة تحمل للمثابرة وللتفاؤل وللتأقلم على تخطي كل الصعوبات على كل الأصعدة، لأنه كل يوم عندنا تغييرات بلبنان، تحديات بتتغير مع الوقت صعب كثير. سو نحن لو عايشين بالانتشار قلبنا وفكرنا وعقلنا دائما بلبنان. أكيد، ونحن كمان حتى لو أنتوا بالانتشار وين ما كنتوا دائما يعني بقلبنا وبقلب لبنان، وهالشيء واضح من خلال نشاطاتكم يلي دائما بتقوموا فيها على مختلف الأصعدة، وما بيكون في إيفنت معين إلا ما أنتوا بيكون عندكم بصمة بهالمكان يلي أنتوا فيه بكل بقعة من بقاع الأرض. أول شيء ناتالي، شو هيك النشاطات يلي أنتوا فيها لتحسسوا المرأة بقيمتها خاصة مع عيد يوم المرأة العالمي؟ نحن للصراحة أنا كل سنة لي 4 سنين، هذه لرابع سنة. السنة كانت مميزة لإلنا لأنه السبت الماضي اجتمعنا عبر زوم ميتينج، بينما السنة رجعنا اجتمعنا بجمعة كبيرة من صبايا مختلف الأعمار ومن مختلف المناطق، تعرفهم في مسافات يعني. كانت مميزة لأنه كانت سنة في معنا ست فنانة مخضرمة من لبنان، ست أمية لحود مدت كتابة وأطلقته من هون اسمه قضيتي وطني. صبايا انبسطوا كتير فيها وتعرفوا عليها، إنسانة قد ما الواحد يحكي عنها قليل. سو كان حظنا حلو إنه إجت خصوصي لتشاركنا بهذه الجمعة، حسينا في عنا نفحة من لبنان. بينما الصبايا اللي كانوا هون انا كنت عم نجرب انه ندعم بعضنا ونساعد بعضنا البعض. مثلا في الزينه اللي كانت موجوده كانت سيده اسمها حنان خوري، هي عملت الزينه وساعدتني لتعطي هذه التاتش الحلوه. حنان هي فارماسيان بس اجت على امريكا صار عندها اولاد وتجوزت، ما عادت قدرت عدلت شهادتها وما حبت تبقى بالبيت. هيدا برهان من التحديات، تحدت الدنيا وقالت لا انا بدي اشتغل ما بدي ابقى بالبيت. عملت لاكجري تاتش اند ما في حفله بتمرق غير ما بلمسه حلوه من حنان. بينما قلنا انه كل واحد عملت مثل ستيشنز، كل واحد يعرف عن حاله شو بيشتغل، لانه كثير ناس بتعرف بعضها بس ما حدا بيعرف الثاني شو بيشتغل. بدل ما يطلعوا عند غير عن ناس ما بيعرفون، ليه ما بنشجع بعضنا كجاليه لبنانيه؟ في ناس بدها ترجمه، في عنا ست ليا بتترجم، في صبيه جايه من لبنان مدام هي واولادها وعائلتها اجت ريسنتلي من لبنان اسمها امال، جايبه معها تركت لبنان يمكن بالجسد هي وعائلتها، بس جايه بريشتها وبفنها رسم العلم اللبناني والطربوش والقهوه اللبنانيه. كثير انبسطوا الصبايا وهي خاصة انه جاية جديد وتعرفوا عليها. نحن هون بحاجة لشيء لبناني هيك بننبسط فيه، ان كان اللي بتاخذي هون كادو مثلا تروحي على لبنان تقطعي عن الحلويات، هون صعب تلاقي شيء تاخذيه معك ككادو، فبقى جاية بفكرة جديدة كثير حلوة. سو هذا اللي كان موجود. في عنا سيدات ريل ستيك
عبير لطوف، سيدة عبير لطوف كمان كانت عاملة ستيشن وإجا معها فاينانشال ادفايزر مورجج، عرفت عن شغلها وشو بتعمل بتشتغل. هيدول كتير النقط قلت لهم أنا سر نجاح هيدي الجامعة على النطاق الصغير هو إن نتعرف على بعضنا، كل واحد يفل من هون يكون متعرف على حدا جديد لنقدر نضل ندعم بعضنا. في عنا سوشيال وركر ست روزات كمان، في ناس تجي من لبنان بدهم مساعدات ما بيعرفوا كيف بدهم يبلشوا، كيف بدهم يحفظوا اولادهم يبلشوا جامعات او مدارس او يتعلموا او حكمه او انشورنس، بيجوا ضايعين ما بيعرفوا بده حدا يساعدهم. سو كمان في عنا روزات بدي اقول لها ساعديهم دغري، بس بتقلي اعطيني الرقم بتدق وبتهتم. فبقى انا برايي المراه عندها قوه وعندها قدره فيها تساعد بنطاق مجال اللي هي بتحبه، فيها تبدع. وبحيالها مجال ايام زمان كانت المرأة بس مخصصة لتضلها مثل ما بيقولوا بالمطبخ هذا بالبيت، هلا لا، نحن عم نطالب بالعدل مش بالمساواة انا برأيي، يعني لانه اعتبري في عندك 3 اشخاص، واحد عنده تفاحة، واحد تفاحتين، واحد 3، اذا بدك تساويهم وتعطي كل واحد تفاحة بعضهم منهم عادلين، ما معهم نفس الاماونت اوف تفاح، يعني نفس كمية التفاح. بينما العدل هو اللي بيعطي الحق، كل واحد بس ياخذ حقه بينبسط وبيقدر يبدع بحيالله مجال هو بحبه. ناتالي، قد ايه المرأة اللبنانية بالخارج قدرت تثبت مرة جديدة أهميتها بالنسبة لعائلتها وبالنسبة لمجتمعها؟ لأنه هي إذا كانت بلبنان طبعا هي عضو فعال بمجتمعها، ولما بتغادر تصير برات لبنان فهي عم بتضل إلى جانب عائلتها وعم بتكون فعالة بمجتمعها، عم تخدم مجتمعها، عم بتمد يد العون والمساعدة. قد ايه فعلا المرأة قدرت تثبت حالها أكثر حتى بمكان الانتشار؟ التحديات كتير صعبة، بس صدقيني كل واحد بفل من لبنان لانه فل غصب عنه، ما حدا فل من طيبه. بفل بيجي على بلاد الانتشار، انا عم بحكي عن امريكا، بس انا بتخيل كل مره وين ما كانت تكون فكرنا وعقلنا دائما من لبنان، بدنا نربي اولادنا مثل لبنان، بنروح بنشتغل. بدك تربي اولادك بدك تحافظي على الكالتشر اللي نحن ربينا عليها، ونفس الوقت بدك تشتغلي، ونفس الوقت بدك تضلك تفكري باهلك بلبنان وبدك تساعديهم، لانه نحن هلا الوضع عالمي، الازمه عالميه مش بس عنا بلبنان. يعني انا عندي 3 بنات، عندي بنت بفلوريدا وبنت عم تعمل حكيم تايون، يعني عندها فحص هلا الجمعه الجايه، بتمنى لها الجود لك. وعندي بنت ثانيه، عندي بنت ثانيه بايطاليا، ثانك يو سو ماتش، عندي بنت ثانيه بايطاليا عم تدرس ابراد، الجامعه بعتتهم، وعندي بنت هون بالبيت. يعني في يقول وضعي مثل وضع بلبنان، المرأة اللي عم الأمية اللي عم بتقول أنا ما عم بربي لخلي الأولاد من لبنان، بس هذا حال الدنيا، أولادنا عم بيفلوا ليشوفوا مستقبلهم، بس أهم شيء اللي بده يفل يشوف شيء يرجعوا لعنا لأنه بحبونا. ونحن هون لو فلينا من لبنان نضل نرجع لأنه فكرنا هونيك، يعني وأثبتنا كذا مرة إنه كل واحد قد ما يتغرب ان كان بالعمر او بالوقت او بالسنين، دائما مرجعنا هو لبنان ووطننا وارزتنا، حاملينا وين ما كان. نعم. ناتالي، قد ايه بتحمل المرأة اللبنانية من علمها، من ثقافتها، من خبراتها الحياتية، إذا بدك من أجواءها بمكان الانتشار، يعني محل ما هي بتنقل هالكلتور تبعها وعلماتها وثقافتها وخبراتها بالحياة والعيشة اللي عاشتها بلبنان، قد ايه عم تاخذها كلها بصم لأي مكان هي عايشة فيه بالانتشار؟ نحن كلبنانيات ناجحين بالانتشار لأنه نحن بنتعلم 3 لغات وكذا لغة بس نكون بالمدرسة بلبنان. بس نعم. تجي هون تقدمي على شغل، هن بيتفاجئوا، بتحكي فرنسي، بتحكي انجلي، بتحكي اسبانيول، بيتفاجئوا انه هي هو بامريكا بالذات، يمكن لانه هن منهم بحاجة، ما بيحكوا غير لغة واحدة، بينبسطوا فينا. هذا العلم اللي عندنا اياه، عندنا الثقافة، السوشيال ستادي اللي نحن بنتعلمه، يمكن لانه نحن بلبنان معودين بحاجه لنعرف شو عم بيصير بالبلدان اللي حوالينا، بنعرف اكثر بالتاريخ وبالجغرافيا وبالامور اللي عم بتصير خارج بلدنا اكثر ما هون
عندهم هيدي الثقافة وعندهم إياها. يمكن هن مش بحاجة، رح أرجع عيدا، يمكن هن مالهم بحاجة ليعرفوا، بس هيدا بيميزنا. لما يكون عندك الثقافة والعلم والمعرفة القوية، حيالله قطاع بنقدم عليه عم بيتفوقوا اللبنانيات بكل المجالات. هون في كتير صبايا وصلوا لأعلى المراكز، كان الحكمة، يعني هو الحكيمات الحكمة. ولا يهمك. ناتالي، كيف هي الامرأة حتى لو كانت خارج نطاق بلدها وخارج نطاق الوطن تكون داعمة وتكون سند لبلدها؟ أنا برأيي كل واحد باللي حواليه، ما في حدا بزق بابه بتقولي له بده مساعدة. أنا بحكيك عن حالي أنا، يمكن هلأ الـ President of LACB New England Chapter، كتير صعبة تطلبي المساعدة، بس لما بتقولي لهم عنا ميشن بدنا نساعد هيدي العائلة، أو بدنا نساعد الصليب الأحمر، أو بدنا نبعث لنعلم تلميذ أو الأدوية، نحن هون نون ستوب. يعني أنا إذا بقول لك ليستة الأدوية، إذا عندي معمل أدوية كان خلص. يعني مؤسف اللي حالياً عم بيصير بلبنان، بس كله بيساعد وبيعطي من قلبه. يعني لو كل واحد عم يبعث لعائلته بس تعطيهم ميشن، كله بيركز عليه وبيساعد. الواحد مثل ما بقوله، اذا ما دق الباب ما بيسمع الجواب، بس كله يليلهم للبنان. بدنا هيدي ناتالي، قديش الواحد فعلا بده يكون مآمن ببلده، مش فكرة وطن، مآمن فيه كوطن برغم كل الظروف القاهرة اللي عم بيقطع فيها لبنان، قد ايه الواحد بده يكون عنده هيك من جوا من عمقه هالإيمان إنه وطنه باقي رغم كل الظروف يلي عم يمرق فيها، ليقدر يتابع بوتيرة تصاعدية حتى لو كان خارج الوطن؟ يعني حضرتك مغتربة وعم تحكي كأنك عايشة بيناتنا، وعندك هيك هالحماس مثل كأنك هلا أنت يعني عم بتعيشي كل الظروف يلي عم بيمرق فيها لبنان. قد ايه الواحد هيك بده يكون عنده دفع ليكفي المسيرة؟ ليك الوطنية بتخلق مع الواحد، وأنا مثل ما قلت لك ومصرة إنه نحن، لأنه يمكن خلينا من لبنان غصب عنا، أدينا يمكن لبنان ما بيسيع على إذا كل المغتربين بدهم يرجعوا. لبنان أحلى بلد بالعالم، يمكن بيحكوكي عن فرنسا والإيفل، بيحكوكي عن أشياء. نحن عنا بلد طبيعي، جماله بطبيعته، بالبحر، بالجبل، بالمسافات القصيرة، بالأهلة وسهلة اللي مش عند حدا هيدي بالعالم كله، ما في منها، بالعائلة الصغيرة، الكالتشر تبعنا وتاريخنا وجغرافيتنا وكيف خلقنا وكيف ربينا. ما ممكن حدا يفل غير ما دايما يفكر انه يرجع. لو بيقولوا لك نحن ما بهمنا، في ناس بتقول نحن ما بقى بهمنا مين لبنان شو لبنان، هلا مثلا نحن عم نشتغل انتخابات، عم نساعد العالم يجددوا باسبورات لينتخبوا لانه هيدا حقنا. بقولوا لك مين بدنا ننتخب شو بدنا ننتخب؟ لا، هن لو زعلانين، هن من حكيهم عم يحكوا لانه زعلانين، بس بكره بس تيجي الانتخابات كله بيتسجل، كله تسجل، كله بده يروح ينتخب لانه بهم الامر. وي ار ان دينايل، يعني الواحد بحب لبنان، ما ممكن، ما فيك ما تحبي لبنان. أكيد ناتالي، عم بيقول لي المخرج ربيع، عم بيقول لي عن جد الأوقات الحلوة بتخلص بسرعة، يعني مرقت الانترفيو معك هيك بطريقة كتير سريعة، ما حسينا بالوقت. كلمة أخيرة، شو بتحبي تقولي لكل أصدقائنا المشاهدين ولكل امرأة هلأ عم بتتابعنا عبر شاشة الأو تي في؟ أنا بحب عيد الكل، بس أنا بحب أختم هذه الفقرة بصلاة صغيرة، بطلب من السيد العذراء، وإلا باركي لبناننا يا مريم العذراء، لأنه لبناننا يبكي بست الدنيا بيروت مجروحة. ما بدنا غير شوية أمل، نزرع محبة وأمل وبسمة بقلوب العالم، بيرجع لبنان بألف خير. يا رب، من ضمن صوتنا لصوتك بشهادة هالصيام، يعني يا ناتالي يا رب هيك تكون خاتمة أحزاننا، ومع القيامة اللي جاي وناطرينا، قيامة السيد يسوع المسيح، يكون عندنا قيامة جديدة ببلدنا. ناتالي حمصي رئيسة الـ LACD، أنا بدي أشكر وجودك معنا واهتميتنا بكل اللبنانيين ببوسطن وهيوستن وكل هالولايات اللي حديك. أنا حبيت بس عيد المعلم اليوم، صح؟ 9 أدار، سو
كل عيد وهن بألف خير، المعلمات كمان اللي واجهوا كل هالصعوبات صحيح يعني عبر اللزوم كمان. 100% كمان، أكيد أكيد عبرك بدنا نقول تحياتنا لكل أستاذ ولكل معلم عم بيعطي من قلبه ومن ذاته. ناتالي حمصي أهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك عبر تطبيق زوم معنا. أصدقائنا المشاهدين احنا متابعين معكم مباشرة على الهواء، بعد شوي بتلتقي فيكم باسكال، ولكن من بعد هالبريك.